الناس دي هتتكلم عن الاهلي. انت كلمني عن سيراميكا كليوباترا بصراحه، برضه فرقه محتاجه تاخد حقها، عشان الشوط الاول عملوا شوط ممتاز جدا، كانوا افضل كثيرا من الاهلي حتى مع تقدم الاهلي بهدفين مقابل هدف. زي كابتن ايمن رمادي عامل يعرف يعمل فرقه محترمه جدا زي سيراميكا كليوباترا، بس في نفس الوقت ازاي ما بيقدرش يحافظ على نسق الاداء المميز ده لنهايه المباراه. شفنا ده في مباراه النهارده ومباراه السوبر. طيب، واحنا بنتكلم عن فريق سيراميكا كليوباترا، هو فريق بيحاول ياخد الفعل قصاد النادي الاهلي، فريق بيحاول ياخد المبادره، بيحاول انه يحط عدد كتير جدا من لعيبه الكوره في الملعب اللي تقدر توفر له الاستحواذ لاكبر وقت ممكن. النهارده شفنا زلاكا على مستوى الجناح كان لاعب مميز جدا، يعني نقدر نقول ان هو ارهق من المرات القليله ان نشوف اكرم توفيق في الثنائيات بيعاني بالشكل الكبير ده. واعتقد ان جزء كبير من تفوق سيراميكا في لقاء النهارده كان متعلق بالفورميشن بتاع النادي الاهلي، وان النادي الاهلي كان عنده مساحات كتير في خط دفاعه وفي مساحه خط الوسط، قدر النادي سيراميكا ان هو يشتغل عليها بشكل جيد جدا ويعاقب النادي الاهلي. وخليني يا كريم اوريك المساحات دي كانت موجوده فين في النادي الاهلي لما المساحات دي تكون موجوده مع لعيب زي زلاكا ومع لعيب زي بالحاج ومع لعيب زي القندوسي، بكل تاكيد يقدروا يرهقوا النادي الاهلي. كل تركيز سيراميكا النهارده كان عارف ان النادي الاهلي عنده مشكله في ثنائيه كوكا وثنائيه مروان عطيه. الثنائيه دي لحد دلوقتي داخل النادي الاهلي مفيش الانسجام الكبير اللي يقدر تقول ان النادي الاهلي بقى عنده نوع من الامان الكبير في خط الوسط بتاعه. يلا شباب، يمكن لو بدانا نستعرض الحالات ونبدا نشرح المعركه اللي كانت في نصف الملعب والمباراه اللي كانت بين كابتن ايمن الرمادي ومارسيل كولر. الصوره دي مهمه جدا وعشان ما نصعبهاش على الناس، هنا بنتكلم عن متوسط تمركزات النادي الاهلي في الشوط الاول. لما تبص على الشكل ده الاهلي بيهاجم ناحيه اليمين، لما تبص على خط المساحه هتلاقي تحس ان الاهلي مقسوم فريقين يا كريم، في ناس كتير قوي في الخط الهجومي وخط الدفاع بعيد عن لعيبه الهجوم، وبالتالي المساحه اللي موجوده في الدايره او في نص الملعب دي المساحه اللي فيها المشكله كبيره واللي ما كانش قادر يتعامل معاها كوكا ومروان عطيه، وقدر نادي سيراميكا ان هو يلعب من عليها اكتر من مره. يمكن الفجوه الاكبر او المشكله الاكبر او المشكله دي هتبرز اكتر في اخر ربع ساعه في الشوط الاول. المشكله دي هتبقى اكتر بكتير جدا لو رحنا للقطه الثانيه ونشوف بعد كده المشكله بدات تكبر اكتر بكتير جدا مع زلاكا، وان هو بيلعب من ورا اكرم توفيق بشكل مميز جدا. هتلاقي ان مدافعين النادي الاهلي الثنائيه بتاعه الدفاع رجعت ورا، وخط هجوم النادي الاهلي بعيد جدا، والمساحه في نص الملعب بقت كبيره جدا على كوكا ومروان عطيه ان هم يقدروا يتعاملوا معاها. وانت بتقابل خط وسط فيه مش لاعب بس مميز، مش اتنين، تكلم عن ثلاث واربع لعيبه في خط الوسط من سيراميكا كليوباترا يقدروا ان هم ياكلوا نص الملعب من النادي الاهلي. لو رحنا للحاله اللي بعد كده دي تمرير مروان عطيه كوكا، الاثنين بتمريره واحده بيتضربوا، ودي النقطه اللي احنا بنتكلم عنها ان مفيش انسجام ما بين الثنائيه. هو مارسيل كولر معتمد ان الاثنين بيلعبوا على خط واحد، لو الكره ناحيه اليمين لو مروان هو ناحيه اليمين هو اللي بيطلع لقدام، لو الكره ناحيه الشمال بنشوف كوكا هو اللي بيطلع لقدام والتاني مفروض يغطي وراه. العمليه دي عشان تنجح محتاج الاثنين يكون في توافق فني كبير جدا بين الاثنين اللعيبه ويقدروا يرحلوا بشكل كويس. دي لقطه ثانيه، هتشوف مروان عطيه بيطلع يضغط من قدام بيتجاوز، هتلاقي كوكا اللي المفروض بيحمي عمق الملعب متناسي ان انا الوحيد دلوقتي اللي بحمي نص الملعب، مروان اتضرب انا ما ينفعش اسيب مكاني، ما ينفعش اسيب عمق الملعب فاضي. هتلاقي كوكا كمان اندفع نسى الدور بتاعه، وهنا كانت المشكله. شوف الاهلي حل المشكله دي ازاي في الشوط الثاني، شوف بقى انسى الصوره اللي فاتت اللي كانت تحس كل حته في كل لعيب في حته، ده شكل الاهلي، تمركزات النادي الاهلي، تحس ان الدنيا قربت من بعض، الدنيا بقت احسن بكتير جدا. والسبب في وجهه نظري ان رقم 13 هنا مروان عطيه اللي كان محذوف لقدام وكان مشغول ما بين ادوار انا امتى بزق وامتى بظبط مع كوكا، لا هنا هتلاقي خلاص مروان عطيه نزل بقى في قلبين الدفاع، مش محتاج يشغل نفسه بباقي الادوار الهجوميه لان قفشه بقى موجود هو اللي بيعمل الادوار الهجوميه وانا بقوم بالادوار دفاعية وبحمي عمق الملعب. في وجهة نظري ان تفوق سيراميكا النهارده كان بسبب مشاكل بشكل رئيسي عند النادي الاهلي قدر يستغلها بشكل جيد في الشوط الاول، لكن زي ما مارسيل كولر هو اللي عمل المشكله في الشوط الاول قدر يحلها في الشوط الثاني. طيب